تسلم مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس ردود 12 وزيرا على 34 سؤالا وذلك من اصل 40 سؤالا تقدم به اصحاب السعاده اعضاء مجلس الشورى في لم فيما لم يتسلم المجلس اجابات خمسه اسئله لانتهاء دور الانعقاد الثالث ولم تعرض اجابات سؤال واحد على المجلس نظرا للرد بعدم الاختصاص وتناولت الاسئله التي قدمها اصحاب السعاده الاعضاء مختلف القطاعات الحيويه بمملكه البحرين والتي ساهمت اجاباتها في اثراء العمليه التشريعيه وصياغه عدد من الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها اعضاء المجلس خلال دور الانعقاد الثالث